تحت رعاية وزير الثقافة نبيه شقم، أقيم حفل إشهار كتاب الأرمن في إربد وشمال الأردن للمؤلف كيفورك مصر اليان، الذي يوثق فيه التاريخ الأرمني في شمال الأردن منذ عام 1915 وحتى وقتنا الحاضر، حيث نشر باللغتين العربية والإنجليزية. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرسمية والدينية وجمع من المهتمين والمدعوين. الهدف من الكتاب هو توثيق تاريخ المكون الأرمني في مدينة إربد وشمال الأردن. بدأت الدراسة أو تبدأ دراسة الكتاب أو الفترة الزمنية للكتاب من 1915 إلى وقتنا الحاضر. المكتبة العربية حاليا ما فيها أي كتاب من نوع هذا، وخاصة في اللغة العربية، فأنا ارتأيت كوني أنا من أبناء مدينة إربد وبعرف العائلات الأرمنية وبعرف تاريخ مدينة إربد، تاريخ إربد بشكل عام مش بس تاريخ الأرمن في إربد، فارتأيت أنه أنا لازم ألف كتاب مثل هيك حتى أوثق للمكون الأرمني في إربد. هذا الكتاب هو بداية عملي في هذا المجال، وأنا صدقا بدأت وصار في عندي مواد مكتوبة لغاية الآن تفوق عدد صفحات الكتاب اللي هلأ راح تشوفوه، فإن شاء الله هو خلينا نقول بداية الطريق، وراح أكمل حتى أغطي الأرمن في عموم الأردن وليس فقط في إربد.